أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. بيانات متبادلة بين قادة العملية السياسية كتبت بدقة تحمل في مضامينها التقاطع فيما بينهم، لكن تتفق جميعا أيضا في هاجسها الأمني، وتعد الحالة الأمنية هي التي ستعلو على المشهد السياسي القادم، وهي المحدد لاتجاه ما يمكن اتخاذه من خطوات إصلاحية أو التوافق عليها، سواء على مستوى إنجاز الانتخابات أو على مستوى البناء والإصلاح أو استقلال البلاد. ومع ازدياد السجال والتجاذب يزداد نشاط الدواعش، فتزداد قواتنا الأمنية من ملاحقتها وحملات تضييق الخناق عليها. لكن إذا ما تأملنا في مستقبل البلاد السياسي في ظل الوضع الحالي، ستقف أمامنا جملة من التساؤلات: ما مدى نشاط داعش الآن؟ وهل استطاع فعلا أن يعيد تنظيم نفسه كما أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية؟ لماذا تتحمل حكومة الكاظم وحدها مسؤولية عدم استدباب الأمن الذي جاءها من الحكومات السابقة؟ وهل يمكن للوضع الأمني الحالي أن يعيق إنجاز الانتخابات حقا؟ أم هي حجة تتمسك بها الكتل للتسويف أو منع إقامتها؟ ما الذي يمكن أن يقودنا إلى اللا دولة؟ أهي خلافات السياسيين أم عدم استدباب الأمن؟ أسئلة وتفاصيل عديدة سنحاول الوقوف عندها اليوم، لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. التجاذبات السياسية تنخر جسد الدولة، السلاح المنفلت والاغتيالات وتحركات داعش باتت كأذرع الأخطبوط تعرقل حياة العراقيين. ما حقيقة تصريح وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي عندما قالت إن داعش بدأ بإعادة تنظيمه؟ وماذا عن قول الأمم المتحدة بأن هنالك أكثر من 10,000 داعشية يتنقلون بين سوريا والعراق؟ هل لا زالت حدودنا رخوة؟ وهل انفجار السيارة المفخخة في كركوك اليوم على ترابط مع هذه التصريحات؟ والسؤال هنا، لماذا هذه التحركات مع قرب الانتخابات؟ فهل هنالك سيناريو مشابه لسيناريو عام 2014؟ وهل حكومة الكاظم قادرة على ضبط السلاح المنفلت؟ وماذا عن القصف التركي المتكرر على الأراضي العراقية؟ كل هذه التساؤلات بقيت دون إجابات، وقادم الأيام سترفع لنا الستار لتكشف لنا الحقيقة. رحبوا بضيوفي كل من السيد النائب عبد الأمير الدبي عن كتلة الصادقون، وأيضا الشيخ ثائر البياتي الأمين العام لمجلس العشائر العربية، وأيضا السيد كرم الخزعلي عضو الهيئة العامة لتيار الحكمة. أهلا وسهلا بكم ضيوفي، وأبدأ بسؤالي لك سيادة النائب. اجتمعت الكتل السياسية بالسيد الكاظمي، وأيضا اطلعت على التفاوضات بين السيد الكاظمي وأيضا الجانب الأمريكي، وأيضا الكتل والأحزاب السياسية أعطت طلبات للسيد الكاظمي، لكن أكو جهات وسياسيين، وأنت عضو من هذه الجهات والسياسيين، الطالب إلى جلسة استماع للكاظمي تحت قبة البرلمان. نعم، تحياتنا لجنابك ولجمهوركم الكريم من خلال قناتكم، وإلى الضيوف الكرام الأخوة الأعزاء. دعوة الأخ دولة رئيس الوزراء من قبل الكتل السياسية، نعم، الفتح ومن كان معهم، إلى الأخ الكاظمي بعد ارتفاع وتيرة العنف في محافظة البصرة ومحافظة ذيقار، وبعد بروز
على الساحة الجنوبية أصوات تطالب برفع السلاح ومواجهة الأجهزة الأمنية. هذا استدعى من الكتل السياسية أن تستضيف الأخ الكاظمي وتبحث معه هذا الملف. أنت تدرين بأنه أول شروط التصويت على الكابينة الوزارية للأخ الكاظمي هو كانت 3 شروط أو 3 طلبات من الكتل السياسية حتى تتمرر الكابينة. الحزمة الأولى كانت فرض سلطة النظام والقانون والعمل لانتخابات مبكرة وإخراج القوات الأجنبية استنادا لقرار مجلس النواب العراقي عام 2019. فكان الاجتماع هذه المحاور هي فرض سلطة النظام والقانون وخاصة في محافظة البصرة والناصرية، وتعلمين ما حصل من تجاوزات وخروقات من قبل ليس المتظاهرين، المتظاهرين موجودين في أماكنهم في ساحات التظاهر ولم يبدر منهم ولم يصدر منهم ما يعني يثير الوضع الأمني أو يهزه، ولكن هناك مجاميع منفلتة من صبيان يستخدمون الدراجات ويستخدمون الستوتات ويهاجمون دوائر الدولة ويهاجمون الأماكن العامة والممتلكات الخاصة، وآخر ما فعلوه هو تهديم ما يسمى بمقرات الأحزاب، وهذه المقرات هي أصلاً مغلقة وغادرتها الكتل السياسية ومحترقة. لكن سيادة النائب، يعني أنت تحدثت نقطة مهمة جداً، فرض سلطة القانون، يعني هذه كانت يعني كانت حديث الكاظمي داخل قبة البرلمان، وتتحدث أنه السيد الكاظمي لم يقدر أو لم يستطيع فرض سلطة القانون على الجماعة أو المجموعات أو المتظاهرين مثل ما تحدثت الخارجة ربما عن القانون. البعض يتحدث سيد الدبي يقول لك أكو مجاميع أيضا وفصائل هذا اليوم هم عندها سلاح وهم خارجة عن القانون، يعني إذا السيد الكاظم يطبق القانون على كل الجهات في ساحات التظاهرات والجهات المنفلتة والفصائل المنفلتة، يعني مو نتحدث عن المنضبطة، يحتاج دعم كتل وأحزاب سياسية حتى يكون عنده سند وظهر قوي، مو نطبق بجهة وبجهة ثانية ما نتحدث بها. القوى السياسية الموجودة اليوم على الأرض هي تطالب دولة رئيس الوزراء بفرض سلطة النظام والقانون على الكل، على الجميع. نعم، وهذه لا تمتلك يعني قوات مسلحة على الأرض. نعم، ما موجود من قوات مسلحة أو الحشد الشعبي هو يمارس عمله كأي تخصص أو كأي قطاع من قطاع القوات المسلحة استنادا لفتوى المرجعية ولقرار مجلس النواب الدورة الثالثة اللي يكتسب شرعيته من ذني القرارين. ما موجود الآن على الساحة، يعني أنت ما سمعتي بالناصرية أو البصرة أو السماوة بأنه اجت مجموعة مسلحة وقتلت ضباط أو قتلت شرطة أو هجمت على مركز شرطة أو هجمت على ثكنة عسكرية، ما موجود هذا عندنا، وإنما هناك كما يحصل في كل دول العالم يعني في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا نوبات شجار أو خلاف عشائري يحصل. السلاح اليوم اللي نقدر نسميه منفلت والسلاح اللي هاجم القوات الأمنية قواتنا المسلحة هو من قبل داعش ومن قبل مجاميع موجودة في ديالى وفي الأنبار وفي صلاح الدين وفي نينوى. هذه يعني يجب على الدولة أن تفرض سيطرتها عليها. ونشوف الكاظمي ضعيف بهذا المجال. الكاظمي ضعيف في كل المجالات، مو بس بهذا المجال، مو بس بهذا المجال. شنو المجالات الضعيف بها الكاظمي؟ أولا صار له أكثر من 3 أشهر يعني ما نفذ برنامج الحكومي. الكاظمي أكثر عمله هو إعلامي واستعراضي. الكاظمي استطاع أن يجمع مجموعة من الإعلاميين في دائرة المقربة، هم الآن يتحكمون بالقرار السياسي وهم يتحكمون بالقرار الداخلي والخارجي، وهم قد يعلم أو لا يعلم الرجل، هم يشتغلون لصالحهم ولمصالحهم الشخصية ويستعدون لخوض الانتخابات، وهم لديهم مجاميع في ساحات التظاهر يقومون بتحريكها اتجاه المحافظين واتجاه
مدراء الدوائر النزيهين والقيادات الأمنية النزيهة، هذه الدائرة المقربة من السيد الكاظمي. خليني أنتقل بهذه التساؤلات للسيد الخزعلي لأن هم داعمين للسيد الكاظمي. سيد الخزعلي يعني طرح السيد الدبي تساؤلات كثيرة، يقول لك السيد الكاظمي ضعيف في فرض القانون، يعني هل يوم نشوف جهات ربما منفلتة تقوم بأعمال غوغائية يعني في محافظات الناصرية والبصرة، وأيضا قال لك هو عمله فقط استعراضي إعلامي. أيضا تحدث عن إخفاقاته في الكثير من المجالات، وهو يسعى هذا اليوم مع فريقه الإعلامي حتى يدخل الانتخابات وما طبق أي شيء من برنامج الحكومي، هاي صار له 3 أشهر. هذا كلام السيد الدبي من كتلة صادقون، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لجنابك ولقناتكم الموقرة ولضيفيك الكريمين ولكل من يشاهدنا من خلال شاشة التلفاز. سيدتي الكريمة، السيد الكاظمي في بداية مراحل تكليفه ومراحل ترشيحه وتكليفه وحتى بعد مراحل تمريره وضع عدة أمور، كان من أهمها أولا فرض السيادة وفرض القانون على الجميع. نعم، فرض القانون على الجميع واستعادة السيادة من مخالف قوى اللادولة التي عاثت في العراق فساد، والانتخابات المبكرة التي كان من أولوياته، وخروج القوات الأمريكية. اليوم السيد الكاظمي يحاول جاهدا استعادة السيادة وفرض القانون على الجميع، ولا يستثنى أحد من فرض القانون واستعادة السيادة وحصر السلاح بيد الدولة. هذه ليست فقط شعارات، ولكن السيد الكاظمي عمل جاهدا من أجل تحقيق هذه الأهداف، وحدد موعد انتخابات مبكرة بظل هذه الظروف الصعبة، ظروف جائحة كورونا والوضع الاقتصادي، ولكن الرجل حدد موعد لانتخابات مبكرة، أن تكون هذه الانتخابات وفق ما يريده الجماهير ويريده الشعب وما قدمته الساحات التظاهر، أن تكون الانتخابات المبكرة في شهر حزيران من العام المقبل، ولكن بشرطها وشروطها أن توفر أمن انتخابي تام وبإشراف أممي. موضوعة فرض السيادة وحصر السلاح بيد الدولة، الرجل من خلال هذه الأمور أيضا استطاع استعادة المنافذ الحدودية وإعادة مواردها إلى خزينة الدولة بعد أن كانت خاضعة لقوى لا دولة. الرجل جاهد في عمله ومجد في عمله وماضي في تحقيق العمل، ولكن هناك منغصات كثيرة وكبيرة. اليوم الوضع الأمني في محافظة البصرة نزاعات عشائرية وسلاح منفلت، يعني أكو كتل وأحزاب سياسية هاليوم تعترض على سياسة السيد الكاظمي، يقول لك 3 أشهر ما قدر ينفذ برنامجه الحكومي. أنا أريد أسأل كمواطن عراقي، هل استطاع السيد الكاظمي أن ينفذ برنامجه الحكومي اللي وعد به؟ نعم، السيد الكاظمي كما أسلفنا جاهد في عمله، جاهد في تحقيق ما أراده. عندما قدم كابينته الوزارية وقدم مشروعه الانتخابي في منذ اللحظات الأولى، والرجل اليوم يواجه صعوبات شديدة وكبيرة. اليوم في مناطقنا، في مناطق الجنوب، في محافظة البصرة، السلاح منفلت. هذا سبب كبير وعائق كبير على فرض السيطرة. سلاح منفلت، انكسار في القوات الأمنية وقوى الأمن، ضعف الحكومات المحلية، هذا سبب. يا سيدتي الكريمة، هذا سبب رئيسي وسبب مباشر في تعطيل ووضع حجر أمام طريق السيد الكاظمي. ولدينا مثل في العربية يقول المصلح في الزمن الرديء كالمصباح في البراح، قد يضيء لو تركته الرياح. اليوم الرياح لا تترك هذا المصباح، لا تترك هذا المصباح يضيء. الشمعة اليوم المصباح بطبيعته هو مضيء،
ولكن اذا مكان براح وهواء يعني ما يقدر الرياح لا تستطيع هذه الشمعة ان تضيء تطفئ. يعني ما يقدر يضيء بسبب تكبيله بالكتل والاحزاب السياسية، وايضا عيقلت الاحزاب السياسية عمل الكاظمي. هذا الافهم من كلامه. خليني انتقل للشيخ ثائر. الشيخ ثائر، في تصريحات السيد الكاظمي والسيد العامري عن ذهاب العراق الى اللا دولة والفوضى، كثيرا من المخاوف، هل هذه الاوضاع سيئة الى هذا الحد هذا اليوم؟ نعم، مساء الخير عليكم جميعا. يعني اولا صوت الضيف الاول كان واضح، صوت الضيف الثاني ما كان واضح، ما سمعت منه شيء. نعم تفضل. المهم انه اليوم العراق اين متجه؟ متجه الى دوله ام الى لا دوله؟ والمضحك بالموقف العراقي السياسي انه نفس الكتل السياسي اللي تعترف بفشلها خلال 17 سنه واللي هي رشحت السيد الكاظمي واللي هو يعني من ضمن العملية السياسية وكان من ضمن جهاز الأمن العراقي، ويجون يضعون العراقيل في عجلة الكاظمي. المضحك أكثر أنه هم اللي يدعون أنه اليوم العراق يجب أن يكون يحتكم إلى مؤسسات الدولة وأن يفرض السيادة والقانون، وهم من يخرقون القانون ويخرقون سيادة الدولة بميليشياتهم وبتصريحاتهم وبفعلهم على الأرض وقحال. والمضحك أكثر أنه هذا السلاح المنفلت ما موجود في صلاح الدين ولا في الموصل ولا في الأنبار ولا في ديالى. هذا السلاح المنفلت موجود في المناطق اللي تتواجد فيها بقوة الميليشيات، أما في هذه المحافظات السلاح المنفلت هي للميليشيات اللي متواجدة في هذه المحافظات. نعم. التي تعرقل عمل الأجهزة الأمنية، بل تخرق عمل الأجهزة الأمنية. نعم. الأهم من هذا وما يدور ما بين ساسة العراق، إلى أين يريدون أن يأخذون بنا؟ يعني وين يأخذون الشعب العراقي؟ إلى أي متاهة؟ بعد أن يعترف قادة الكتل السياسية من ضمنهم السيد المالكي والسيد هادي العامري بلسانهم أنه نحن فشلنا بإدارة الدولة العراقية وفشلنا بعملنا، وهذا بفيديوهات مسجلة ومعلنة، كيف نريد منهم حلول؟ من جابوا ورشحوا السيد الكاظمي وهو صار له 3 أشهر بالحكم، وضعوا أمامه عراقيل كثيرة، تحرك على السعودية خونوه، راح لأمريكا خونوه، راح إلى لقاء الأردن ومصر خونوه. وين تريدون؟ يعني تريدون رئيس وزراء إيراني وتخلونا إياه مثلا جاي من إيران وتخلوه بالعراق؟ يعني شو تريدون رئيس وزراء مفصل على 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 مقاساتكم؟ نعم خلي ما جاء نفهم. خلي جاوب. زين، هذه صواريخ الكاتيوشا، هل اليوم معقولة ست هيفاء؟ اليوم هذا السؤال أوجه للسيد النائب والأخ الثاني. هذا السلاح المنفلت اللي هو صواريخ الكاتيوشا، هذه صواريخ الكاتيوشا، هل من المعقول ان لا احد يعلم من يطلق الصواريخ؟ هل من المعقول انه من يعلن عن اطلاقه قبل ساعه وساعتين ويطلعون ويقولون انه هناك سلاح منفلت والجماعه كلها تعلم من هو السلاح المنفلت؟ وهذا السلاح المنفلت اسس حزب وراح يدخل بالانتخابات القادمه، خلي جواب. فانا اسميه مو هو حزب الكاتيوشا، فأي دولة اللي يتحدثون عنها وعن سيادة. خلي جابك. نعم، تتحدث لي عن تساؤلات السيد الخزعلي، قال لك الكاظمي قدر أنه يفرض القانون والسيادة، وأيضا هو اللي دعا إلى انتخابات مبكرة، وهذا كان في برنامج الحكومي اللي صوت عليه مجلس النواب، وأيضا أخراج القوات الأمريكية، إعادة المنافذ الحدودية، وأيضا إعادة الدولة وسيادة الدولة، وأيضا انفتاح العراق على كل الدول. وتحدث الشيخ ثائر، قال لك السيد الكاظمي أنتم من أتى به إلى رئاسة الوزراء، أنتم من أتى به، لأن هو كان جزء من الحكومة السابقة وكان رئيس لجهاز المخابرات أو الاستخبارات. استرجاع السيادة تأتي من خلال تطبيق قرار مجلس النواب العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق. نعم. هذا مفهوم السيادة، لأنه اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بوجود السفارة الأمريكية تتدخل بالقرار السياسي العراقي، وتتدخل أمريكا تتدخل بالقرار السياسي. نعم. العراقي، وتتدخل بالقرار الأمني العراقي. نعم. تمنع القطاعات العراقية من الوصول إلى أماكن موجودة في المنطقة الغربية. نعم. وكذلك تتدخل في القرار الاقتصادي، والدليل أنها تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تلغي الاتفاقية الصينية العراقية التي أبرمت من قبل الحكومة السابقة.
لذلك فمن واجب ومن واجب الحكومة أيضا، الحكومة هي المسؤولة عن فرض سلطة النظام والقانون. نعم. الحكومة هي التي تمتلك الأجهزة الأمنية والقوة لردع أي قوة موجودة على الأرض خارج القانون. لذلك فهي مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، وهذا شيء ضمنه للدستور من خلال صلاحياته بالمادة 80 والمادة 81 من الدستور. ومن خلال حديث الأخ اللي يقول صواريخ الكاتيوشا، هاي أيضا مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، هو نحمل المسؤولية، نحمل المسؤولية أن يكشف من مصدر هذه الصواريخ. نعم. اللي تقصف الـ 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 السفارة الأمريكية أو مناطق تواجد الجيش الأمريكي، ويبدو أن الأخ منزعج لأنه الأمريكان يتعرضون إلى القصف وهذه الصواريخ تدك جحورهم. نعم. ويقول الميليشيات موجودة بصلاح الدين وموجودة بالرمادي حسب ما يقول هو وبنينوى، هاي اللي يسميها ميليشيات هي دافعت عنه لأن هو كان قاعد بأربيل ويجوز هسهم بأربيل. نعم. اللي يسميها ميليشيات دفع الدم. نعم. يجوا من الناصرية وجوا من البصرة وجوا من العمارة ودافعوا عنك وخلوك هسه تحكي بمنطلق الحرية. نعم. لكن نقطة مهمة اللي يسميهم ميليشيات ويقول هناك. نعم. بس يكون عمل يعني هذا على تواجد الحج الشعبي اللي يقوم، نعم. اللي يقوم بالأعمال بهاي المناطق سيد هم داعش سيدنا، مو سيد حسب ما يقول الميليشيات. لا لا سيادة النائب، الكل يعترف أنه الحج الشعبي البيشمركة الجيش العراقي أيضا أعطوا صورة جميلة جدا وبطولية لهذه، فأتوقع ما كان يقصد الحج الشعبي. لا هو قال، هو قال الفصائل وليس لا قال الحج. قال ميليشيات ميليشيات. لا قال لك بعض الفصائل. عيدي عيدي أنت الحديث. نعم هسه راح نأخذ منه، موجود هو معانا ليش عيد الحديث. أيضا تحدث نقطة مهمة جدا سيادة النائب، قال لك أنتوا كبلتوا الكاظمي، يعني لا تخلوا يروح للسعودية، لا تخلوا يروح لإيران الأمريكا، لا تخلوا يروح لعمان، يعني شنو هذه الضغوطات من الكتل والأحزاب السياسية للسيد الكاظمي ومنها تطلب منه إنجازات أنه يسوي لك سيادة وأنه يوفر لك الأمن والأمان، يعني هذه أشياء أيضا يجب أن تدعم الكتل والأحزاب السياسية. تفضل. بالنسبة لدولة رئيس الوزراء، هو يعني هو المسؤول التنفيذي والمسؤول عن سياسة البلد العامة. نعم. من خلال الدستور. لكن بعض الأحزاب كان عندها اعتراضات. بس اسمحي لي. تفضل. فهو يجب أن يتعامل يعني بسياسة متوازنة ما بين الدول الإقليمية المجاورة. نعم. للعراق وما بين دول العالم. نعم. احنا ما عندنا اعتراض بعلاقة طيبة مع الأخوة المملكة العربية السعودية. نعم. وما عندنا اعتراض أن تكون علاقة طيبة متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وكافة الدول إذا كانت تحترم السيادة العراقية. نعم. وتحترم القرار العراقي وتحترم النظام بالعراق. السعودية الكل يعلم آلاف السيارات وآلاف السعوديين فجروا نفسهم في بغداد العاصمة. نعم. احنا يعني الدم العراقي اللي سال بسبب السعوديين. نعم. هذا مثبت لدى الأجهزة الأمنية. نعم. ولدى أبناء الشعب العراقي. وأيضا احنا مو احنا نوافق وندعم السيد الكاظمي إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تحترم السيادة العراقية. نعم. وتحترم قرار مجلس النواب العراقي. نعم. احنا لكن قرار مجلس النواب ناقشناه يوم امس غير ملزم للسيد الكاظمي ان يطبقه باخراج القوات الامريكيه. احنا نريد شيء اليوم، مجلس النواب هو يعتبر السلطه التشريعيه للبلد. لكن غير ملزم، يعني البارحه كان عندنا السيد النائب عمار الشبلي وتحدث قانونيا، يعني قال لك مو ملزم، يعني هو والسيد امير الساعدي لرئيس الوزراء انه اخراج القوات الامريكيه، هذا اللي افتهمناه البارحه من الحديث. إذا كان غير ملزم ليش أصدر مجلس النواب؟ يعني إحنا السلطات عندنا التشريعية والتنفيذية والقضائية، كل من عنده صلاحيات. نعم. حفظها إلى الدستور وشرحها الدستور. نعم. فمجلس النواب لما قرر فالحكومة تكون ملزمة بتطبيق قرارات مجلس النواب. نعم. نقطة مهمة جدا، خليني أشوف وهذا السي... وهذا نعم. خلي أشوف وهذا السيد الخزعلي وهذا الشي... بهذا الموضوع، وهذا الشيء تضمن المادة 61 من الدستور. السيد الخزعلي، يعني السيد الكاظمي ما التزم بتوصيات الكتل والأحزاب السياسية بإخراج القوات الأمريكية، وأيضا يقول لك حتى من يصير أحداث أمنية بالعراق يعني السيد الكاظمي ما يعرف هاي الجهات منه هي، يعني نعم. نعم. نعم تفضل سيد الخزعلي. سيد الكاظمي في زيارته الى الولايات المتحده وزياره نعم 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 اسمعك اسمعك سيدتي. نعم. الكريمه يعني حتى عندي سؤال، تفضل سيد الكاظمي في زيارته في زيارته
الولايات المتحدة في زيارته للولايات المتحدة وضع سقوف زمنية لإخراج القوات الأمريكية. نعم. فهذه أيضا تندرج تحت مسمى بأنه إخراج القوات الأمريكية. وبدأت اليوم بدأت القوات الأمريكية بانسحاب تدريجي من 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 مواقعها ومن معسكراتها، وتم تسليمها للقوات العراقية. نعم سيدة تسمعيني واضح؟ نعم تفضل كمل. يعني أنا سيدة الكريمة تسمعني؟ تفضل خليني أنتقل للشيخ إذا ما تسمعني. تسمعني سيد نعم. الخزعلي؟ لا أسمعك واضح. نعم تفضل كمل. نعم. تفضل كمل سيد الخزعلي، بس نعم. أتمنى أنه تستوصل بالحديث. نعم انسحاب اليوم انسحاب القوات الأمريكية من بعض المواقع، من بعض المعسكرات، وتم تسليمها للجيش العراقي. هذا أيضا يندرج تحت انسحاب القوات الأمريكية والسقوف الزمنية التي وضعها لانسحابهم. هذا السيد الكاظمي لم يخالف إرادة الشعب وإرادة مجلس النواب، فعند دخول القوات الأمريكية إلى العراق كانت بطلب من مجلس النواب، وإخراجها أيضا سوف يكون بطلب، وتم الطلب من النواب وصوت عليه في تحت قبة البرلمان، والسيد الكاظمي أيضا نفذ ما أراد منه ممثلين الشعب والسلطة التشريعية من مجلس النواب. اليوم الانسحاب تدريجي، انسحاب القوات الأمريكية انسحاب تدريجي، وهذا ما أراده السيد الكاظمي وما أراده الشعب. إذن هذا الموضوع نوقش. لم يضع عرض الحالة في زيارة السيد الكاظمي إلى واشنطن. راح يجاوبك هو، راح يجاوبك، لكن خليني أسأل. ابتداء يعني ابتدت مؤخرا تصريحات يعني تربط بين استدباب الوضع الأمني وإمكانية تحقيق انتخابات مبكرة، هل هذه حجة للتسويف والامتناع أم هي حقيقة واقعية أن هناك واقع أمني هش يمنع الانتخابات؟ تفضل باختصار. نعم سبب الانفلات السلاح المنفلت، هذا الوضع الأمني المتردي سبب الانسلاح السلاح المنفلت. نعم سلاح منفلت. سبب السلاح المنفلت. سلاح المنفلت سبب من منو سلاح منفلت؟ من منو السلاح؟ اليوم راح نعود إلى موضوع محافظة البصرة وما يحدث فيها. سبب الانهيار الأمني في محافظة البصرة، وهناك قوى اللا دولة تريد أن يعم الهرج والمرج في محافظة البصرة. نعم. وانكسار القوى الأمنية. نعم. والسبب الرئيسي. نعم. في ذلك لكن هو ضعف الحكومة المحلية. هناك تحركات لداعش يعني في مناطق أخرى، يعني في صلاح الدين وأيضا في ديالة وفي مناطق أخرى. نعم نعم هذه الكلام ما سيدة الكريم، ما تقلقكم يعني، ما يسوي عندكم قلق يعني مو بس السلاح المنفلت. أنا جايج بالكلام سيدة الكريم، يعني يجب أن الكتل والأحزاب السياسية تتوحد حتى يعني تشوف هذا الموضوع موضوع خطير جدا. تفضل. نعم أنا جايش بالكلام سيدتي الكريمة. الموضوع اللي صار بالانفلات الأمني والسلاح المنفلت في محافظة البصرة وما قامت نعم. به بعض العصابات التي تريد أن الفوضى تعم، ونحن نعزوه إلى ضعف الحكومة المحلية. نعم. وهؤلاء أشباه داعش ويقومون بجريمة منظمة في هذه المحافظات. نطالب السيد رئيس الوزراء بأن يشن حملة عسكرية لمواجهة هؤلاء الخارجين عن القانون. هذا من باب آخر موجود اليوم تحرك كبير لخلايا داعش النائمة. أيضا نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء وقائد العام القوات المسلحة أن يكون له دور في القضاء على أو تجفيف. نعم. منابع الإرهاب وهذه المستنقعات النتنة التي نعم. التي من خلالها سوف نعود إلى المربع الأول، وبذلك هؤلاء لا يريدون الاستقرار إلى البلاد. نعم. ولا يريدون انتقل. الاستقرار. نعم. ولا يريدون إنجاح حكومة السيد الكاظمي. نعم خليني أنتقل للشيخ. شيخ يعني شيخ تائر جاوبك السيد الدبي كلام مهم جدا، قال لك أمريكا تتدخل بالشأن الأمني وتتدخل بسيادة العراق وبالشأن الاقتصادي يعني وبكل شيء تتدخل، بكل مفاصل الدولة أمريكا لها إيد وتتدخل وعدها سلطة على الحكومة. نعم يعني قبل ما أجاوبك على هذه الأسئلة اللي وردت من السيد الدبي، ممكن يجاوبني بكلمتين فقط. صواريخ الكاتيوشا هل هي صواريخ إرهابية أم مقاومة؟ هذا الشيء يحدد القائد العام للقوات المسلحة من خلال الأجهزة الأمنية
اللي تمارس التحقيق وتعطي نتائج التحقيق للقائد العام للقوات المسلحة، سواء كانت هذه الصواريخ صادرة من مقاومة أو من إرهاب. تفضل تفضل سي شيخ. أنا أسألك لكونك أولا من كتلة صادقون التابعة إلى العصائر. نعم. وأنت رجل مطلع على الأمور الأمنية الكثير منها في داخل بغداد وخارج بغداد وداخل الفصائل، وإذا ما تستطيع أن تذكر من يطلق الصواريخ على المنطقة الخضراء ممكن إحنا نعطيك الأسماء، واللي هي واحدة من الأسماء من جماعتكم كان الأمر لواء في العصائب. نعم شيخ ثائر، وعليه مذكرات قبض 4 إرهاب. وهذا الرجل إحنا نبحث يعني عن الوثيقة الرسمية، يعني مو عن التخمينات، نحن نبحث عن وثيقة رسمية مو عن تخمين التخمينات. ست هيفاء، نعم. ماكو شيء اسمه تخمين بهذا الوضع لسبب واحد. نعم. يعني أولا من يذكر يعني الواحد يقول هاي الفصائل وهاي الفصائل، بس اسمحي لي خليني أكمل يعني أولا من يذكر أنه إحنا ننزعج إذا انضربت السفارة أو انضربت القاعدة الأمريكية. نعم. إحنا ليش ننزعج؟ إحنا نريد دولة وقانون، ولولا هذول الأمريكان لما استطعت لا أنت ولا غيرك أن تجلس في بغداد وتحكم في بغداد 17 سنة. فاليوم إذا تريد تتنكر لفضل الأمريكان على إقدامكم لبغداد وتسليمكم الحكم هذا الشيء خصك، أما إحنا كمجتمع عراقي هل يوم ننظر إلى مصالح المجتمع العراقي؟ وين هل مصلحة المجتمع العراقي يعني مع المجتمع الدولي كصديق للعالم يعني كله؟ يعني أنت مصلحتك شيخ أمريكا صديق لإيران ومن ضمن المحور الشهر الإيراني؟ هذا الحديث اللي تتحدث به أنت وتدعي ما تدعي أنه هاي مقاومة. عن أي مقاومة تتحدث؟ مقاومة. هل هي مقاومة ضد الأمريكان؟ هي مقاومة في سبيل مصالح ما بين قادة الميليشيات. راح أنطيش معلومة ست هيفاء وخلي يسمعوها العالم. هذول الفصائل أو حتى الميليشيات بعيدين عن كل البعد عن موضوع الحشد الشعبي، استغلوا اسم الحشد الشعبي وتغلغلوا بداخل مؤسسة الحشد الشعبي وارتكبوا ما ارتكبوا من جرائم باسم الحشد الشعبي وتحت غطاء الدولة. أما المقاتلين الذين خرجوا وفق الفتوى طيب قاتلوا المعلومة. في سبيل العراق طيب ولم يقاتلوا في سبيل القائد الفلاني أو الحزب المعلومة. الفلاني نقطة راس سطر. نعم بس اسمحي لي يعني طيب الوقت اللي مثل ما أنطيت للآخرين رجاء خلينا نكمل الفكرة حتى يقدرون يجاوبون عليها. هل يوم احنا دا نحكي امام شعب امام مجتمع عراقي وصل الى مرحلة الانفجار ويعلم الجميع انه هذه الفصائل المنفلتة المرتبطة ولائيا بالولي الفقيه هي من تعبث بامن البلد وهي من تضع العراقيل امام اي حكومة عراقية تريد تذهب العراق الى الاستقرار؟ والمشكلة الاكبر انه هؤلاء المدعين اليوم الصراع هذا ينعكس فيما بينهم على المجتمع العراقي، والدليل اكثر انه هم اصبحوا منبوذين من الشعب العراقي حتى من خلال القاعدة الجماهيرية. نعم. اللي كانوا مستندين عليها في المحافظات الجنوبية والفرات الأوسط. خلي أسأل أنا الله يخليك سيد ثائر، يعني أنت تأيد وجود القوات الأمريكية بالعراق، يعني تأيد وجود القوات الأمريكية إذا تسمعني؟ نعم أتمنى أنه إعادة الاتصال. سيد الدبي يعني أتمنى تجاوب كل تساؤلات الشيخ، يعني يقول لك إذا الفصائل المنفلتة والسلاح موجود ربما هذا يعيق عمل السيد الكاظم، وأتمنى يعاود الاتصال ويانا حتى تجاوبه. نعم أنا أجاوب. أولا إحنا بالنسبة لنا كصادقون ما اشتركنا بالعملية السياسية منذ 2003 ل 2018 صحيح، فشاركنا بعملية انتخابية دستورية. نعم. وحصلنا 16 مقعد منحها إنه ثقة الشعب العراقي. نعم. فما اجينا احنا على قطار امريكي او على اجينا من قبل دولة ايران او السعودية، فاحنا الشعب انتخبنا وحصلنا. نعم. على 16 مقعد. نعم. اثنين، هو اذا عنده معلومات عن اللي يطلقون الصواريخ خلي يقدمها للقضاء، اذا كان عندنا. نعم. احنا شخصية مثلا هو سماها انا ما اعرفها فخلي يقدم اسمه للقضاء. نعم. ويصير شاهد على هذا الشخص اللي يقول. نعم. ينتمي لكم. اثنين، هو وأمثاله يعرفون حجم الدماء والتضحيات اللي قدمناها لهم. نعم. في جبهات القتال عندما هم ساهموا
بإدخال داعش إلى المنطقة الغربية في الرمادي وصلاح الدين ونينوى. نعم. وعندما انتخت العربيات والأيزيديات في تلك المناطق هبة أبناء ذي قار وأبناء البصرة والعمارة والفرات الأوسط لتطهير الأرض من الرجس الذين هم جلبوه. نعم. وحسب ما يدعي هو الآن أنه داعم إلى الوجود الأمريكي والاحتلال الأمريكي، ونحن نبقى على موقفنا رافضين إلى الاحتلال. الأمريكان هم جابوا الكتل والأحزاب السياسية بالعراق، يعني هم لو ما الأمريكان موجودين كان ما قدرت هاي الكتل والأحزاب الشيعية تحكم بالعراق. الآن أثبت بالدليل القاطع أن أمريكا إجت واحتلت العراق مو من أجل الشعب العراقي ومصالحه، وإنما هو احتلال العراق من أجل الوقوف بأي حركة تحررية في المنطقة، والوقوف بوجه العملاق الصيني والعملاق الروسي في الشرق. وأصبحت الأهداف والمخططات الاستراتيجية للولايات المتحدة معروفة. والكتل السياسية الموجودة الآن هي حصلت على استحقاقها من خلال عملية انتخابية دستورية أقرها الدستور 2005. لكن شيخ أريد أتحدث نقطة مهمة جدا. سيادة النائب، أنتوا جيتوا بالسيد الكاظمي إلى الحكم، أنتوا من رشحتوا السيد الكاظمي، الكتل الشيعية كان لها الثقل في ترشيح اسم السيد الكاظمي، ليش تنصلتم عن هذا الدعم للسيد الكاظمي؟ شنو هي الأسباب؟ بالعكس يعني حتى الاجتماع واحد الأخير. نعم. الاجتماع الأخير مع الأخ الكاظمي هي دعم للكاظمي. نعم. يعني لما قعدوا ويا الإخوة الكل الجميع سواء العامري أو الحكيم أو المالكي، نعم، الجميع قالوا له أنت شنو اللي تحتاجه من دعم حتى إحنا نوقف وياك حتى تفرض سلطة النظام والقانون؟ نعم. لأنه الوضع أصبح خطير. الثانية، ما ممكن إقامة انتخابات في ظل هيك وضع، في ظل وجود شفلات وجرافات تهاجم مقرات، نعم، الكتل اللي هي أصلا فارغة ومحترقة ومهدمة. نعم. نعم. فبالعكس هم يعني لما اجتمعوا به فهم يعني ركائز قوة ودعم له. نعم. وإحنا نريد، إحنا يهمنا مصلحة البلد. نعم. وإيدنا بيده من أجل مصلحة البلد. نعم. إيدنا بيده من أجل بناء علاقات، نعم، دولية متوازنة سواء، نعم، مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن يعني أكو شخصيات من النواب وأنت من ضمنهم طالبتم استجواب أو استضافة السيد الكاظمي تحت قبة البرلمان. نعم. هذا ينطينا أنه عدم رضا ربما أو تريدون أنه تستفهموا من السيد الكاظمي بعض الأمور اللي ربما أنتم معترضين عليها. حسنا، أنا أقول لك الكاظمي رئيس وزراء العراق اليوم. نعم. هو أو تأخذوا من إلزام رئيس أمام البرلمان رئيس العراق. السلطة التنفيذية، فيجب أن يكون عادلا في توزيع الثروات. نعم. يجب أن يكون يعني ملتزما بحقوق ويعطي كل ذي حق حقه. نعم. لو تجين للناصرية وتشوفين الطرق المخربة. الله يخليك سيد الدبي، الله يحفظك. لا تخلينا أكمل؟ لا مو تخلينا نفتح المستور. مو من هسه 17 سنة وهذه المناطق الجنوبية نفس المأساة تعيشها. خلينا نحكي على الشيء الحقيقي. الاعتراضات أحكي يتجهات معينة. لا الاعتراضات مليارات اللي مليارات الدنانير العراقية وعندنا مدن مهدمة ماكو ولا دينار. سيد الدبي، ليش هذا الاعتراض على سيد الكاظمي بعد ما أنتم جبتوه خليتوه رئيس وزراء وأنتم ما صوتوا عليه؟ الكاظمي الوحيد اللي حصل تصويت 100% تحت قبة البرلمان. مو اعتراض وإنما انتقاد لسياسته. يعني لا، أكو واحد من السياسيين يعني عندكم خلي أحكيها بصراحة قال أنا كنت بغيبوبة يعني وكأنه كنت ببنج وهسه فقت من البنج، شلون خلينا الكاظمي ما نعرف. لا مو هالشكل. هذا يعبر عن نفسه. نعم. يعني الكتل السياسية لما اختارت ودعمت الكاظمي بإمكانها اليوم يعني تطالب بجلسة استثنائية وتسحب الثقة عنه. نعم. وإحنا قادرين على لأنه نمتلك، نعم، الأغلبية على سحب الثقة، لكن إحنا ما عندنا. راح تكون انتخابات مبكرة؟ أكيد أكون انتخابات مبكرة، بس ما ممكن أن تحصل انتخابات مبكرة في ظل فوضى عارمة بالشارع. نعم. يعني وضع أمني هش. جدا هش. وربما يعني بعض الكتل والأحزاب السياسية تريد تبقى بالمجلس النواب بالحكم وما تريد نسوي انتخابات مبكرة. لو ما نريد انتخابات مبكرة ما نطالب بفرض النظام والقانون. نعم. بهالشكل يعني بقوة نطالب. نعم. صار عندنا مطلب رئيسي وأول مطلب هو فرض النظام والقانون. نعم. نعم. نطلب فرض النظام والقانون، إذا نطالب بانتخابات مبكرة. نعم. نعم. والانتخابات المبكرة أصبحت اليوم مطلب جماهيري عام ومطلب المرجعية.
اللي ما طالب بانتخابات مبكرة إذن هو ضد مطلوب الجماهير ومطلوب المدعي. تتوقع أنه السيد الكاظمي راح يزور الناصرية محافظة الناصرية أو أنتو نواب الناصرية دعيتوا السيد الكاظمي؟ والله دعينا أكثر من 3 مرات أصلا لقاء ما التقى بينا. ليش؟ ودعينا ويعني ما أثمرت دعواتنا إليه ومهمل الناصرية وهو مسؤول أمام أهالي الناصرية على هذا الإهمال اللي متعمد به. نعم. رئيس الوزراء. نعم يعني خليني أشوف ضيفي السيد ثائر رجع ويانا لو ما رجع ما حصلت اتصال خليني أنتقل نعم لسيد. نعم رجعت أسا رجعت انقطع الخط. تفضل سيد ثائر جاوبك السيد بس نقطة مهمة حتى سيد شيخنا جاوبك. نعم. نقاط مهمة جدا قال لك العصائب اللي تحدثت عليهم جد بالانتخابات وهي ما شاركت بالعملية السياسية يمكن ما سمعتنا قال لك بال 2018 فقط اللي شاركت وحصلنا على 16 مقعد تحت قبة البرلمان الناس انتخبونا فأنت تجي تشكك بعملنا والناس منتخبينا هذا الشيء مو صحيح يقول لك وإذا عندك شيء على أي صحيح. بس اسمعني سيد ثائر يقول لك إذا عندك شيء على أي شخص أو على أي فصيل من العصائب أو من الجهات الفصائل فالقضاء موجود ممكن أنه تروح أنت بنفسك وتقدمه للقضاء أو للسيد الكاظمي تفضل. تمام يعني موضوع الانتخابات اللي يتحدث عنها اللي شارك بها 18% من الشعب العراقي العالم كله يعرف هذا الموضوع وما يحتاج انه نعيد انه لا انتخابات نزيهة وكل ما صار انه توزيع مناصب لأسماء معينة من قبل قاسم سليماني وغيره هذا الموضوع انتهينا منه ما رد ادخل به اما موضوع الاعتراض على السيد الكاظمي يتحدث بنقطة سمعتها انا الاخيرة بموضوع توزيع الثروات اليوم السيد الكاظمي من يريد يوزع الثروات بمعنى أنه هذا الحزب لازم إلى حصة وذاك الحزب إلى حصة وهذا القائد مال الميليشيات إلى حصة هذا القصد من توزيع الثروات وإلا كل المحافظات كانت تستلم أموال وموازنات ومن يقود ويدير هذه المحافظات هم اللي موجودين في سدة الحكم واللي موجودين من الأحزاب والكتل السياسية في البرلمان إذن هم من أفشلوا هذه المحافظات وهم من دمروا هذه المحافظات وهم من سرقوا هذه المحافظات فمن حق أبناء هذه المحافظات أن يزيحوهم ويحرقون مقراتهم ويهدمون هذه المقرات. نعم بس هذا شيء مو قضائي سيد ثائر شيخ ثائر يعني شيخ ثائر هذا شيء مو قانوني ولا حضاري أنه نحرق مقرات ونشعل مقرات بالانتخابات الجاية نقدر نغير كل الأحزاب وكل الكتل وأيضا يجي المواطن العراقي بصوته بس ما أروح أهد مقر وأحرق أتوقع أنه هذا عمل مو صحيح يعني هل تعتقدين ست هيفاء أنه الشعب العراقي سيشارك بانتخابات تحت وصاية السلاح المنفلت وسلاح الميليشيات والمال السياسي الفاسد هل تعتقدين أن الشعب العراقي سيشارك بانتخابات بوجود هذه الفتل والأحزاب وهذا قانون الانتخابات البائس هل تعتقدين أن يشارك الشعب العراقي بانتخابات تحت هذه المفوضية وقوانين المفوضية أو ما موجود من المفوضين في المحافظات أو مكاتب المفوضية في بقية المناطق لن يشارك الشعب ثقيه وخذيه من عندنا هل اليوم هذا الشعب يحتاج إلى كلمة من قيادة حكيمة قيادة تمسك زمام الأمور وتطهر البلد أولا من السلاح المنفلت وسلاح الميليشيات اللي خرج عن الدولة وخرج عن القانون وخرج عن كل الأعراف هل من المعقول اليوم هذا السلاح داعش يروح يقتل في البصرة ناشط وناشطة داعش يروح يقتل في الناصرية ويفتح النار من خلال الأجهزة الأمنية على أبناء الناصرية داعش يروح يقتل في النجف وكربلة هذا الكلام غير مقبول هذا الكلام أصبح يعني حتى المستمع من قبل الجمهور يعتبره كلام تافه حشاش وحش الحضور اليوم نحكي بحقائق ووقائع اليوم الصراع ما بين الأحزاب إذا اسمحي لي اليوم الصراع ما بين الأحزاب والكتل السياسية ضد الكاظمي نعم وصلت الفكرة شيخنا خليني أنتقل لسيد الخزعلي سيد الخزعلي هل راح يقدر الأحزاب والكتل السياسية باجتماعها الأخير مع السيد الكاظمي أن تخرج برؤية واضحة يكون اتفاق ربما بينهم وبين الكاظمي على وضع الأمني على وضع الانتخابات لأن بعض الكتل السياسية يعني تعترض على الانتخابات بسبب هشاشة الوضع الأمني تفضل يعني راح يطلعون برؤية واضحة يعني راح يلتزمون الاثنين بالتعهدات مالهم اللي صارت بالاجتماع نعم سيدك
إذا أردنا أن نخرج بالعراق من هذه المحنة فلا بد من أن يكون اتفاق كبير ما بين الكتل الكبيرة على أنه الخروج من هذه المحنة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، نكران الذات وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية هو السبيل الوحيد إلى العبور إلى الضفة الأمان والضفة الأخرى. يعني هم نظموا تعهدات سيد الخزعلي، خلاص راح تتوقع أنه راح ينفذوها اثنينهم؟ شلون تقرأ الحدث يعني؟ نعم، لا شك في تنفيذها. إذا أرادوا الخروج من هذه المحنة والعبور إلى الضفة الأخرى والخروج بالشعب إلى بر الأمان فلا بد من تنفيذ ما مخرجات هذا الاتفاق وما اتفق عليه. فما أرادوه أكيد الكتل السياسية هم ممثلين للشعب، فما أرادوه في اجتماعهم مع دولة رئيس الوزراء هو الخروج من هذه الأزمة وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية ونكران الذات، والمهم أن يكون لنا النهوض بالواقع الاقتصادي والواقع السياسي والتخلص من جائحة كورونا ومواجهتها، فهذا كله يصب في مصلحة الشعب. فإذا كان الأمر بأنه يصب في مصلحة الشعب ومصلحة الشعب هي العليا والأساس فلا بد أن يكونوا متفقين فيما بينهم. شكرا. ونحن متفائلون جدا. شكرا. من باب آخر أجاوب إذا تسمحين لي بس أجاوب على بعض تساؤلات جناب الشيخ. أرى جناب الشيخ متشفي بحرق مقار الأحزاب في محافظات الجنوبية والفوضى العارمة في هذه المحافظات، متشفي من أجل شيء؟ لا شيء. هذا أمر يعني يحسب عليه. يعني أنت اليوم متشفي بأنه حرق مقار الأحزاب، هذه ممتلكات عامة وممتلكات خاصة، هذه فوضى، أنت تقبل بالفوضى؟ في حتى في محافظاتنا الغربية اللي هم أهلنا وناسنا، نحن لا نقبل بأنه تكون هناك فوضى وحرق للمقار وحرق للممتلكات العامة والممتلكات الخاصة. مقر الأحزاب هي ممتلكات عامة وممتلكات خاصة، الكتل السياسية هي ممثلة للشعب تحت قبة البرلمان ومنهم من يقود هذه الكتل ولهم باع طويل في سيد الخزعلي. يعني راح يلتزم الكاظمي بتنفيذ ما يعني ألزمته الكتل والأحزاب السياسية بتطبيقه؟ راح يلتزم، لأن أيضا ألزمته بموضوع التظاهرات أيضا. إذا كان فيه مصلحة عامة فلا بد من الالتزام بها وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. نعم، شكرا جزيلا. تفضل. المصلحة العامة، مصلحة العراق العامة أو مصلحة الشعب أغلى من كل شيء وفوق كل شيء. خلي جاوب. تفضل شيخنا لأن الوقت. ما عندي شيء أنا، بس أقول العراق سيبقى قلعة الأحرار وقلعة الصامدين، وسوف نحتفل يوما بخروج المحتل وطرد الخونة والعملاء من البلد، والعراقيين متآخين ومتحابين من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. نعم، أريد أسأل سؤال مهم جدا. يوم 8/9 تأجلت الجلسة إلى يوم 8/9 المجلس النواب، هل راح تقرون قانون الانتخابات؟ لأن نحن سمعنا أنه أغلب الكتل والأحزاب السياسية معترضة على هذا القانون، قالوا راح نحضر الجلسة بس ما راح نطرح قانون الانتخابات أو الملحق مع القانون الانتخابات. هناك توجه عام من قبل كافة الكتل السياسية بحسم الملحق لقانون الانتخابات، وهذا عهده الجميع على أنفسهم. هناك اختلاف في وجهات النظر. الاتفاق هو هناك كل محافظة دوائر متعددة، ولكن الخلاف في وجهات النظر حول عدد الدوائر. من حيث المبدأ متفقين على دوائر متعددة، لكن السيد العامر قال هذا متعلق بالأزمة المالية. يعني هذا شلون نفهم هذا الكلام؟ احنا كمجلس نواب مصممين على التصويت على ملحق قانون الانتخابات. وموضوع الانتخابات هو خاص بالحكومة، تهيئة الظروف والأجواء المناسبة لأقامتها شهر السادس بعام 2021. بس بعض النواب رافضين الانتخابات. أكيد، لأنه أكو مصالح وأكو مغانم كتل سياسية ما تريد تخسر وزاراتها وما تريد تخسر هيئاتها وتتمنى أن تبقى الحكومة 4 سنوات تكمل. أكيد. نعم. لكن الشرفاء والمخلصين والكتل السياسية اليوم العصائب. احنا نريد انتخابات مبكرة. نعم. وان شاء الله اذا هاي الدورة جبنا 16 مقعد، الدورة القادمة نجيب 25. 25 ان شاء الله، واذكر كلامي. واذا جبتوا 10 ان شاء الله نجيب 25 الى 30.
هذا وعد ان شاء الله نجيب. وعد وتذكري وسجلي هاي الحلقه. راح اسجلها. نتمنى انه تكون انتخابات نزيهه، يعني نتمنى والكل يشارك بها وتكون السلاح بيد الدوله حتى نقدر نمضي الى انتخابات نزيهه يعني، ونتمنى انه تغيرون للاحسن وللافضل ان شاء الله. ان شاء الله. واكيد كتله السيد الكاظمي اللي تحدثت عنها من الاعلاميين ستكون حاضره في الانتخابات القادمه. الجماهير ستكون موجوده. يعني تحدثت عن كتلة جديدة. أكيد أكيد نعم أكيد. أكيد لازم يحصلوا لهم مقعدين، ثلاث مقاعد. ثلاث مقعدين أكيد يجوز. كل هاي التظاهرات ثلاثة هاي مو له. نعم الشعب العراقي تظاهر. نعم الشعب العراقي بتشرين تظاهر كله ونال حقوقه. نعم. والقسم من الأهداف بعدها ما تتحقق، فهاي مو له كلها. نعم حتى احنا ظاهرنا. نعم أكيد هذا كلامك أنه السيد الكاظمي سيشكل كتلة من الإعلاميين وستدخل الانتخابات، صح له لا؟ نعم. شكرا جزيلا. بالختام أشكر ضيوفي وعندي كلمة، كلامي لبعض السياسيين، الانتخابات قادمة وأبناء الشعب قلبهم ملا هموم منكم من بعضكم، وقبل لا تخطون أي خطوة لخدمة أنفسكم وأحزابكم قوموا بهذه الأشياء، بلكي تكون حظوظكم بالانتخابات عالية وما زالت الفرصة أمامكم. أولا عيدوا البلد إلى مستواه المتقدم اللي كانت اليونسيف، الصنف الأول بالشرق الأوسط بالتعليم والصحة، عيدوا جامعات البلد اللي كانت مليانة بالطلبة، الطلبة العرب اللي كان أعظم أحلامهم وأمنياتهم هو الحصول على الشهادات من جامعة العراق، عيدوا الكليات العسكرية مصنع القادة والأبطال اللي قدمت أفضل ضباط للجيوش العربية وبعضهم والله أصبح زعيم لدولته، عيدوا صناعة البلد مثل قبل على الأقل تسد احتياجات بيوتنا مثل ما كانت صناعتنا داخل كل بيت، وإذا بقينا نستورد التمر وإحنا أهل النخيل ونستورد مشتقات النفط وإحنا أهل النفط ما بقى أي شيء نستهلكه بحياتنا إذا مو أجنبي. الانتخابات جاية، صححوا الوضع وانقذوا ما يمكن أنقاذه، لأن الناس تعبت وحتى جماعتكم يمكن بعدين يخذلوكم، لأن الناس فقدت الثقة ببعض الطبقة السياسية. انتبهوا زين لا بعدين تحصدون بس الندم، والندم ما يفيد بعد فوات الأوان. تصبحون على وطن آمن في أمان الله.